السلام عليكم خوتي، كنتمنى تكونوا كاع بخير وعلى خير. كيف ما شفتوا اليوم فيديو جديد، خرجنا شويه من الدار، غادي نمشيو نتحركوا شويه وغنتحركوا باش نمشيو نبدلوا اليوم الجوانت ديال السياره. شحال هذه كنت بغيت نبدلهم. الا كنتو شفتوا في لا فيديو اللي كنت لحت، كنت قلت لكم راه اول حاجه بغيت نبدل في هذه السياره هما الجوانت. غنبدلوا جوانت، غنحيدوا 15، غنديروا 18 ديال البي ام دوريجين كحلين، غنحيدوا هادو. كيف ما قلت لكم البارح صفتهم لي السيد من شريتهم هاد الجوانت هادو في خريبكا، صفتهم لي السيد الله يرحم ليه الوالدين، دار معايا واحد لو جيست الله يعمرها دار، وكنشكرو من هاد المنبر. خاي توفيق تا هو كنشكرك بزاف اللي وقفتي معايا في هاد البلان هذا، سورتو في هاد الكونفينمون باش يجيوك الجوانت هنا، راه صعيبه شويه. الحمد لله جاو، ودابا غادي نمشيو نركبوهم، غادي نمشيو عند مول البنوات نتلاقاو تما ونقول لكم اتو سويت. المهم احنا دابا عند مول البنوات، كيف ما شفتوا دابا غادي نشوفوا الطوموبيل كيف ما دايره. بهذا الشيء هذه راه درنا فيها، مازال فيها الجوانت القدام ديالها، والجهه الاخرى فيها الجوانت اللي غادي نركبوا دابا. خليكم دابا تشوفوا، غادي نشوف الكاميرا ولا يلاه معايا. شوف هذا الشيء هذه دابا مثلا شيا الجوانت ديالها باقي فيها الجوانت دابا. الله يهديك الخير، بارك الله فيك، الله يهديك الخير، بارك الله فيك، الله يهديك الخير. هذا شوف كيفاش تبدلات الطوموبيل، ولات ما بقاتش كما كانت هنا. شي ناضي كناضي. ناضي. كتبان على هذا الشكل هذا. السيارة من الأخر على هاد الشكل اللي مازال ما شافهاش. هادي الميكانيسيان، تحية خاصة. الصراحة هاد الشوانط هادو طلعوها ناضية. دابا اشنا هي ليطاب الجاية؟ ليطاب الجاية هي الرابيسمون، لي بارشوك، صباغة، الموتور نخربقو فيه شوية، شي إيشابمون مزيان يخرج شي سويد زوين، بروجي أكومبلي. المهم هنا غادي نخليكم في هاد البلاصة هادي بين ما نساليو هاد التركاب ديال البنوات، ومن بعد نرجعو فاش نكونو كنغسلوها. يلا